مساء الخير مشاهدينا، أنا يمنى نوفال معكم عبر فيسبوك لايف عشية الانتخابات النيابية وقبل الصمت الانتخابي. بصني استضيف ثلاث مرشحين من دائرة بيروت الأولى من لائحة كلنا وطني. وبدي رحب فيهم. بدي بلش بسيدة بوليت ياكوبيان الإعلامية، الأستاذ لوسيان بورجيلي كاتب ومخرج، والأستاذ زياد عبس. أهلا وسهلا فيكم. مرسي. طب بأنه أهم موضوع أو بين أهم مواضيع ببرامجكم هو حقوق المرأة، رح نبلش بسيدة بولا. بس أكيد لوسيان وزياد فيكم جيبوا على السؤال كمان. أول سؤال بدي أسأله، مع نهاية الحملات الانتخابية شو فيكم تخبرونا عن حملتكم من وقت بلشتوا لحد هلأ؟ يعني شو أهم شيء صار أو أهم شيء حققته؟ بعتقد أنه جربنا نعمل مومنتوم ونجحنا، مش بس للأشرفية، لكل لبنان. أنا كان عندي إيمان كتير كبير أنه لائحة كلنا وطني بالأشرفية رح تكون صوت عالي ولح تأثر حملتنا على كتير محلات بمناطق أخرى. فكل نهار بشوف ناس بيجوني بالمكتب يقولوا لي لمين منصوت ببعبدة بمناطق تانية، وهيدي بعتقد ثقة كتير حلوة وكبيرة. وإن شاء الله كل الناس تصوت كلنا وطني وين ما كان، وأكتر شيء أكتر شيء أشرفية تكون عن جد بداية التغيير، لأنه المطرح اللي فرجه أنه بيروح للمجتمع المدني الأشرفية، المطرح 40% من الناس بيقولوا نحن مستقلين. هي إذا بإحصاء نعمل أكتر من 40% بيقولوا نحن مستقلين مش تبعين لأي حزب، وبعتقد في وعي عالي، فأملنا كتير كبير أنه عن جد لح نكتسح. ميشان أهم شيء صار معك أو حققته بليحتك؟ بعتقد أهم شيء هو وقتها منلتقى بالناس بالشارع، وكل شخص خاصة بهالموضوع أنه عن جد من كل لبنان. ونحن ما يعني في كتير ناس مثلا ممكن تفكر أنه إذا قلنا أنه أنا بصوت مثلا ببيروت الأولى أو ما بصوت ببيروت الأولى أنه خلص بيخلص الحديث. هون بالعكس، مرات بيبقى حديث ساعة بس لحتى لأنه هو بصوت بأي دائرة تانية موجود فيها كلنا وطني، تيقتنع كمان بالمنطقة اللي هو فيه، لأنه نحن بالنهاية مش نازلين لبدايرة واحدة، نازلين لكل لبنان، ونحن حنكون نواب لكل لبنان بالمطلق. وهيدا الشيء كتير مهم لنا، أنه أي شخص بيه كلنا وطني ومشروع كلنا وطني أنه يوصل لكل الناس ويكون عنده مطرحه بالبرلمان كمعارضة فعلية تغييرية ما صارت بعد بتاريخ لبنان الحديث ولا مرة، يلي هو أنه عن جد ناس تمثل الناس بكل شفافية وبكل وضوح. زياد لوك، أول شيء تعرفنا على بعض، يعني قدرنا نعمل لائحة متمنى أشخاص ببيروت، تعرفت على الشباب وعلى الصبايا أكيد، وشوي شوي مع الاختلافات من وين كل واحد منا جاي أو ما كنا نعرف بعض، قدرنا نكسب عن جد أول شيء ثقة بعضنا وبعدين ثقة الناس، وثقة الناس لنكسبها بالحقيقة إنجاز كبير. هذا الشيء صار تدريجي، وبعتقد أنه أكبر إنجاز عملناه الناس عم بتشوف بلائحة كلنا وطني ببيروت الأولى وأكيد بالدوائر الثانية كمان، الخيار البديل عن مشروع السلطة خيار حقيقي وجدي من أشخاص قادرين أن يعملوا هذا التغيير، عم بيعطونا ثقتهم، وهذا لوحده إنجاز كبير. طبعا تحكوا عن ثقة، بس شو كانت أهم التحديات اللي واجهتوها، خصوصا أنكم تعرضتوا كل واحد لكتير من الانتقادات؟ إشاعات أكبر تحدي لوسيان لحديد هلا. لوك اليوم مش كتير طبيعي هذا. أول شيء الانتقادات اللي طلعت علينا تدريجية كمان، كل ما نثبت حالنا على الأرض أكتر وكل ما نكسب ثقة الناس أكتر كل ما يزيد تلفيق الإخبار والانتقادات علينا. هذا شيء متوقع من السلطة، يمكن بمرحلة، وهذا شيء كتير طبيعي كمان. نحن قلت من السلطة بحقيقة هيك، لأنه السلطة متمرسة وعندها تجربة وعندها خبرة بكيف أنه تقدر تأمن لحالها أصوات باللعب على الغريزة وباللعب على التناقضات وباللعب على الإشياء اللي هي بعدها بتفكر أنه الناس ممكن تصدقها. التحدي كان يمكن أول شيء نحن نسأل بعض، وهذا الشيء صار تدريجي وهذا شيء طبيعي. يعني بالأول كنا نسأل نحن بعض كمان، وهذا شيء أنا برأيي كتير صحي. نحن منا جايين من مطرح شمولي هيك نسخة طبق الأصل لكل واحد، وصرنا كمان كل ما يصير في علينا الانتقاد والقواص إذا بدي استعمل هذا التعبير، كل ما نكون نحن أكيدين أنه نحن عن جد عم نعمل شغلنا مزبوط وعم نعمل نتيجة والناس عم توثق فينا أكتر، وإلا ما كانوا ضيعوا جهد وما كانوا ضيعوا وقت لا يعملوا هيك. بعدهم لهلا في أقول شغلي، أنا اليوم تعرضت للأشخاص اللي بيشتغلوا معي، تعرضوا
لوابل من التهديدات المخيفة زياد ما بتتخيل. عم بقول له زياد لأنه زياد شوي كمان على تماس مع بعض الوضعية اللي نحن فيها. في حزب عريق أرمني اسمه حزب التاشناك للأسف استولت عليه سلطة غريبة عجيبة غريبة عن كل أدبياتنا وعن حياتنا وعن تاريخنا. ما بدي ارجع لفكرة انه ممكن يجيبوا الزبالة بهالشكل يقتلوا الناس موت بطيء ما بنعرف اي بؤرة فساد فتحين وشو عم شو عم بيعملوا بشعبهم وناسهم بس وصلت فيهم الامور يهددوا تقريبا شخص شخص ناس اللي عم يشتغلوا معي. اليوم بيجي عند احد الشباب ما بعرف يمكن لازم اتأكد من هالقصص بيقول لي انه تم تهديده وانه ما بيقدر يكمل وانه بحبني كتير وانه حيجرب ورا العازل يحط اسمي بس كمان بخاف انه يعرفه لانه انا عوق انه رح يشوفه ويعرفه. انا بدي ارجع اكد للناس ما حدا في يعرف وبسبعة ايار اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب ما حدا بقى يخاف نمر من كرتون وما بيعملوا شيء. ما بتتخيل التهديدات قدي في تهديدات متعلقة بأشغالهم بأرزاقهم وفي تهديدات أكثر من ذلك. فأنا بناشد الدولة والسلطة اللبنانية بس ما عارف مين بدنا ناشد كأنه عم يعملوا انتخابات للأسف. هلا بدي أحكي عن بدنا نبقى بلد ديمقراطي وبلد حق وحريات بدنا نعمل انتخابات نزيهة بس على كل حال في هيئة إشراف محلية وفي مشرفين دوليين. أنا رح أرفع الدعوة ل يعني يجوا لعنا وجايين على كل حال من الإيو ومن غيرهم ولح خبرهم شو صار مع أشخاص بيشتغلوا معي خاصة اللي عايشين بمطارح معينة عندهم خوف كتير كبير. بكرة في 20 شاب 30 شاب مش نامين ببيوتهم لأنه مصرين يكملوا لأن بيعتبروا أنه عندهم نضال هون. شي كم بدك تزيدوا؟ أنا بس كم بدي أقول أنه هذا الشيء اللي شفناه كمان بوقت الحراك يعني وقت نزلنا على الشارع طلع في كتير إشاعات وهو كنا نلاحظ أنه الإشاعات والقواص على هيدا الترمينولوجي مع ما بنحب نستعملها بس أنه هالهجوم المكثف اللي بيصير بمطرح معين بيصير لأنه وقت يحسوا أنه في عن جد خطر فعلي على سلطتهم وعلى فسادهم وعلى ملياراتهم لأنه ما عم نحكي هون بملايين عم نحكي بمليارات. إذا المليارات بخطر إذا في ناس ممكن عن جد تجي وتفضحهم وكراسي ما هي الكراسي جاية مع المليارات بقى إذا هالكراسي بخطر ببلش يتكثف الهجوم وهجوم عن جد لا أخلاقي ولا ما له عنده أي أدبيات بيصير بطرق عن جد بتأذي الأشخاص يلي عم هيدا في منهم حتى بوقت الإحراق في منهم انشحطوا من شغلهم في منهم ما قدروا يناموا بالبيت في يعني هالجو يلي غير ديمقراطي عم بيمارسوه لحتى الناس ترجع بطريقة أخرى من وراء الخوف ما تصوت لأنه هن بيعرفوا أنه اللي ما بيصوتوا هن اللي بيعملوا بغيروا المعادلة. بقى إذا خلقوا جو من الخوف الناس اللي عادة يعني ممكن تصوت لنا يلي تصوت للمستقلين تصوت لشي جديد تبقى بالبيت خوفا من المشاكل يلي ممكن تصير بنهار الانتخابات أو قبله أو حتى من وراء هالإشاعات والضغوطات والتهديدات يلي عم بتصير. بقى أهم شيء ناس مثل ما نحن عم نتحدى انه تتحدى معنا لانه احنا ما بدنا نكون لوحدنا. نحن اصلا مش لوحدنا نحن موجودين وعم نعمل هذا الشيء لانه الناس بدها هالشيء. لو ما الناس والشعب اللبناني بده التغيير وبده انه يصير شيء بهالبلد نحن ما كنا موجودين هون من وراهم. نحن هون لانه كل ما نحكي مع حدا بيقلنا طب شو البديل طب شو فينا نعمل طب كيف فينا نغير من وراهم. نحن هون من ورا الناس بقى مثل ما نحن من وراهم هون نحن معهم بعتقد رح نقدر نوصل انه نعمل شيء مهم. وأنا حاسس حسب كل الناس اللي عم بحكي معه إنه في سوربريز أو في مفاجأة إيجابية بثمانية أيار أو سبعة أيار حسب هدول حياخدوا وقت ليفهموا. بدي أحكي عن المفاجأة بس هيك عم نحكي عن الخوف. خايفين من شيء يصير خلال الانتخابات أو من تزوير عمليات الفرز يعني هيدي اللي يحكوا فيها العالم. يمكن لأنه التزوير أصعب هالمرة عم بيلجأوا لأساليب التخويف والترهيب. هيك يعني هيدا واحدة من التزوير صعيب. هلا نحن أكيد رح نكون واعيين مندوبيننا واعيين ومرنين رح نكون حاضرين بكل الأقلام رح نكون عم نراقب. أكيد اليوم هاي بالأحزاب أو هالأشخاص اللي هن مساكين بكراسيهم اليوم مزبوط عم بحاولوا يخوفوا العالم بس أنا بحب أكد شغلي إنه نهار الانتخابات نهار طبيعي عادي موجودين نازلين بفرح كبير نمارس حقنا بأنه ننتخب واليوم الناس تخطت هيدا عقبة الخوف. مزبوط اليوم بالمطارح يمكن في أحزاب أو ببعض المناطق بالأشرفية في جتويات يوم شو عم يعملوا عم بيستعملوا عم بيرغبوا العالم كمية كبيرة من المال عم تندفع. بعتقد كلنا عم نحس على هذا الشيء وقديش عم بيصير فيه اليوم محاولة لأنهم يرغبوا الناس ومن بعد الحاجة الكبيرة يلي عايشون فيها
وليقدروا يكسبوا صوتهم عم بيكبوا اخبار انه اليوم ألم في كاميرا وعوينات ومنشوفكم شو صوتوا ومقدر نعرف. انا كمان بدي احب اكد للناس مثل ما قالت بولا، ما حدا بيعرف شو انتخبته، ما حدا بيعرف هذا الورقة اللي حطيتوها بالصندوق شو في عليها. اتكلنا اليوم اكيد على الناس اللي هي حابة تغير، يلي الناس القرفانة والتعبانة. ما بينفع اليوم انه نكون نحن عم ننتقد كل هيدي السلطة وكل الممارسات ونحن قاعدين ببيتنا، يا لانه مش مقتنعين انه التغيير بده يصير. التغيير مرتبط بقديش نسبة العالم اللي بتنزل تقترع. اليوم بيروت الاولى، وحكينا عن تجربة كمان بيروت مدينتي، اكيد مثل كل دائرة تاني في الحزبيين، الحزبيين اخرين خياراتهم، بحترم رأيهم، بعضهم مقتنعين يتفضلوا يمارسوا خيارهم بكل حرية، ولكن في كتلة كبيرة اليوم عم تمتنع عن التصويت، وهيدا عم يمنع انه يصير التغيير الحقيقي. كل ساعتنا انه تعلى نسبة الاقتراع، ما حدا يقعد ببيته ينزل يعطي هالنص ساعة هيدي، حط الصوت اللي هو بيشوف فيه الشخص او اللايحة يلي ممكن تغير. ان شاء الله تكون الثقة لكلنا وطني، وبعتقد انه رح يكون مثل ما قال لوسيان في مفاجأة ايجابية. بدي اسأل سؤال عن كلنا وطني، لانه يعني في تساؤلات كتيرة حول مين عم يدعم او مين عم بيمول لوائح كلنا وطني، خصوصا انه المرشحين كل واحد جاي من خلفية مختلفة. شو بتردوا مثلا بولا عم تتعرض لهجمة من بعد الهجرة يلي عم بيقولوا يلي عم بيقولوا انه صرفت مبالغ كبيرة عطلتها كمان، يعني وهيدا فيديو طلع من يومين. رديت عليهم اليوم على اليو تي في، يعني ناس بتعرف شوي علاقاتنا وصداقتنا. انت طلعتيني معك قد ايه اخذت بدخلي اكل الشيك بعد ما وصل لا يمنى رد عليهم محمد قيس قال لهم انا دعيته محمد حكيني شي 20 مره حبيب قلبي وصديقي. في كتير حتى ما قدرت لبي دعواتهم واصدقاء لقلي بحبهم كتير، لانه مثلا بتبين بس شفتي اليوم في حدا سالني، انا بتمنى وانا دائما لما اقول لا صراحه يعني وبقول لهم انه بليز خذوا حدا من جماعتنا، خذوا حدا من كلنا وطني عن جد. كل مره هيك بعمل في شيء متعلق اليوم بانه يمكن انا شوي كونتروفيرشل، بجيب لي شويه اودينس زياده، بيحطوا علي اشاعات بيطلعوني بصير اكثر، عرفت؟ بس هو مثل ما قال اذا بس في كفي على قصه التمويل. المبلغ اللي حطوه اكثر شيء ضحكني 250 بالاخر، يعني عرفت كيف انه في كسور ودوسانس يعني مش شيء فرون حتى، فيعني على الليره دقيقين على الليره. طب انه انا لو دافع 10000 دولار مثلا للاو تي في، ما بتعتقدوا كانوا فضحوني سربوا لهم شيء قصة؟ قالوا دفعت جوزيفين ديب عملت معي مقابلة، حاولت تعمل كل شيء تسألني ما بينسأل انه اطلع بالمقابلة، وشاطرة جوزيفين يعني. بس انه انا كتير واسقة بمواقفة، مشان هيك طلعت مقابلة ناجحة، مشان هيك تلفن لبعدين احد الاشخاص وقال له شو قلنا مصلحة تطلع وكل هولو ما عاد تطلعت. بس انه معقول مثلا روح ادفع بالاو تي في، يعني بس عم بعطي مثل. طيب ميشيل المر من 20 سنة بشتغل أنا وياه بالأم تي في، طيب حدا بيعرف شو العلاقة بتجمعني فيه العائلية المهنية اللي كمان يعني أحد أقرب الأشخاص علي لليوم مستشاره وأكتر شخص يمكن يعني بيعرف. طيب أنا كيف معقول أدفع بهيك محلات؟ كرمة خياط وكريم خياط أقرب الأصدقاء لي، طيب ليه ما عم بطلع ولا طلع على البسي؟ ليه ولا طلع؟ ما عندك أصدقاء. تعرف انه امبارح ما جابوا سيرتنا، ما حطوا اسمنا، حطوا اسماء الاشخاص اللي دفعت. طيب وحقهم هيدا موسم، بس ما قطع، ما بيقطع كلمه، ما بيقطع شيء زياده ويمنا بليز، هيك كتير مهمه لان الناس لازم تميز كتير منيح. ما بيقطع الاسم اذا الواحد مش دافع. وانا حكيته للشيخ بيير وقلت له انت صديق، ومره سالت عليه قلت له كل وقت بتعرف تاخذ مني معلومات بدي محلهم اير تايم، ما اعطيني اير تايم، غيره بيعطيني بيدفع. قال لي بتدفعي؟ حكيت مع سركيس سمعان قلت له مستعدة ادفع 10000 عن هاركم سعيد، قال لي لا، عم بحكي بصراحة. غير محلات لو قالوا لي مثلا بسعر معقول بدك تعملي كذا كمان. البيلبوردز تبعي شكرت داني خرات صار فيه اشكرهم جورج شهوين وكذا، لأنه خاصة البريدجز أنا اختي أسعار ما عندهم مصلحة نقول، لأنه عطوك سعر عطوني سعر. طب ما أنا علاقة عمر، في ناس كبرنا سوا، وفي ناس انا عندي شغلي الاساسي هو كوميونيكيشن ستراتيجي وميديا ترينينج،
فأنا أصلاً بحول لهم أوقات أكاونت، ببعت ناس بحجوز معهم، في علاقات بتخليني أخذ أسعار منيحة. وأنا كنت كتير شفافة، يومنا قلت للناس شو دفعت وحيشوفوا شو دفعت، وهنا مبلغ كتير كبير. بس هو إيه؟ بس منه ربع اللي حطوه. إيه بس فلا، هو السؤال خصوصاً لأنه كل واحد جاي من خلفية مختلفة، إنه مين عم يدعم كل الوطن. اليوم سميتهم يعني كمان. لما نفكر بزياد كيف كان مع الطيار وإنت مع المستقبل، إنه هيدا سؤال هلا بتسأله، بس إنه مين اللي عم يدعم أو مين اللي عم يساعد؟ هلا عم بيدعم أول شيء يعني بالحقيقة، بعد شيء إذا أنا بدي أحكي شوي عن هذا الموضوع، يعني نحن اليوم عم هيدول تساؤلات حق الناس تسأل، بس إنه كمان نحن عم نشتغل باللحم الحي. يعني نحن اليوم وين في عنا مصاري عم تندفع؟ شو يعني الدعم؟ يعني بالحقيقة نحن نطلع على 9 دوائر على 66 مرشح يلي هم نازلين معنا، اضطرينا ناخد كم بالبورد هلأ بالآخر لكلنا وطني، حاولنا نسرق شعاراتهم لأنه معنا قدرة نحن ننزل بكامبين كبيرة لنغطي هذا الموضوع. سو اليوم أكيد هلأ بنفس الوقت في ناس عم بتساعد، يعني نحن بعدنا مؤمنين بالكراود فاندينج، وبعدنا مؤمنين إنه نحن منفضل كتير إنه يكون في أشخاص كتار عم بيساهموا مساهمات صغيرة من ما إنه يكون في كم واحد عم بيدفعوا مبالغ كبيرة. وهيك صار، بس في كم واحد عم بيدفعوا مبالغ كبيرة وأنا سميتهم اليوم غصبا عنهم وما بدون، وصاري سميتهم. تعرف ليه؟ كرمال مصداقيتنا وكرمال حملتنا، وبيعرف بعرف إنه بيزعلوا. هو اللي فيلانتروبيست، هو الفاعلي خير، وسميتهم بيير عيسى، حدا من الاشخاص اللي حطوا مبالغ وساعدونا. مزبوط يا شباب؟ مزبوط. طيب كمان فيليب حلو جوابك شيء زعل مارون قدي، حقلوا نرجعوا زعلوا من جديد. وروبر فاضل بصراحه عملوا كاس وعم بيساعدونا، لانه بيعتقدوا انه البلد ما بيجلس ما بيوقف على اجري اذا هيدي المجموعات ما وصلت. بتمنى كل واحد يشوف شو خلفيتهم هالشباب ومين هن. بيير عيسى بشو بيشتغل؟ شو عامل من 20 سنة لليوم؟ إذا في شي محل نبش على منصب أو على مطرح أو على مكانة له. روبير فاضل من الأشخاص اللي استقالوا، ومصرنا زمان ما سمعنا بواحد إلا مكمش بالكرسي، ما حدا بيستقيل. فإيه في ناس عم بتمول وعم بتساعدنا، مشان هيك عم نقدر ناخد اير تايم، مشان هيك عم نقدر نحجز للليحة ولغيرها ناخد شوية سبوتات، لأن هالأشخاص بقفوا حدنا. أخذنا مكتب لكلنا وطني بفضلهم. صحيح. وكتر ألف خيرون لأنه المؤمنين بأنه البلد بمحل ما لتواجه هالسلطة اللي بتملك كل شيء بتكون معك يومنا مينيموم من المال. هلأ في شغلة كمان بس إذا بدي زيدها هون، أنه المرشحين كل واحد منهم من الـ 66 دفعوا $5,000 كمان. صحيح. وهو الـ $5,000 رجعوا ساعدوا لتمويل كمان الحملة الإعلانية يلي صارت. بس اكيد نحن في علينا نوع من بلاك اوت اعلامي. انا شخصيا مثلا ما طلعت ولا مره على لوكال تي في، يعني برايفت لوكال تي في، يعني اي قناه محليه خاصه، لانه ما صار هالشيء، مع انه انا طلبت عده مرات. اول شيء طلبت يصير في ديبيت كمان، ويقولوا لك لا، ما يردوا علي، يعني يا يعني ما يردوا بعتقد تشبه لا، انه اذا ما ردوا علي. بعدين قصة الديبيت أو يصير فيه مثل مناظرة بيني وبين نقول السحناوي وميشيل فرعون، طلبت عدة مرات. نحن مرشحين على نفس المقعد، طبيعي الناس تحب تشوف مناظرة بين المرشحين على نفس المقعد. كمان لا، هن صاروا يتحججوا بعض، نقولها يكبها على فرعون أنه إذا فرعون بيقبل، فرعون يكبها أنه إذا نقولها بيقبل أنه يكون مع لوسيان. وأنا يعني كل واحد منهم عن جد بالآخر صار شوي مثل مسحة، يعني أنه أنا قبلين معهم اثنيناتهم، قبلين مع حيالله واحد منهم، بس هن مش عارفين مع مين قبلين ومين مش قبلين. بعتقد الناس لازم تحاسبهم على هذا الشيء. في شيء اسمه شفافية ووضوح. يوم اثنيناتهم ما قبلوا أنه يكونوا موجودين قدام الناس كلها ويقولوا شو بدهم يعملوا هال4 سنين، وما يوضحوا شو عملوا بال9 سنين اللي قطعت و13 سنة اللي قطعت، وين هو نقوله هو نائب رئيس طيار موجود بالحكم، وبنفس الوقت فرعون موجود كمان كوزير. طب شو عملوا للبنان؟ للبنان شو عملوا للبنان؟ وين وصلوا لبنان؟ ال 27 مليار دين عام زيادة يلي زادت من 2009 ل 2017 وين انصرفت؟ شو عملت لنا نحن كلبنانيين؟ في مئات، يعني أكتر 150 مليار كمان ما بنعرف وين راحوا من عشرات السنين لليوم. طب هول المصاري كلها يلي نحنا كان فينا نعمل فيها أحلى بلد يمكن بالشرق الأوسط، وصلنا آخر شيء صرنا من أعلى البلاد بالفساد، أعلى البلاد بالتلوث، ونحنا مش قادرين نعمل مناظرة. طيب مناظرة مش قادرين نعملها تنسأل شو صار بهالمصاري، وتنسأل هالاتهامات اللي عم بكبوه على بعض شو قصصها، لأنه هن بالأخير كانوا بالحكومة وكانوا وزراء بنفس الحكومة
وحيرجعوا طيب. طب وبعدين بقول لك شيء لوسيان، احلى شيء بالاتهامات المتبادله انه اثنيناتهم معهم حق. هيدا اللي مش عم بحكي عنهم بس، بيطلع طرفين سياسيين بيسبوا بعض بيغسلوا بعض، طرفين بيكونوا عم بيحكوا الحق والحقيقه ومظبوط. هيدا اللي بجننك. في حال هيك عم تحكي عن مستقبل لبنان، وين رايح لبنان، طب في حال وصلت على البرلمان، شو اول قانون او شو اول التشريعات اللي بتشتغل عليها وبدك الكل يجاوب؟ بس بلش لسه. انا شخصيا بحس اول شيء بدنا نرجع ثقه الناس بالنائب. اليوم في عدم ثقه مطلقه بين الناس والنواب، يعني اللي بيشوفوه من النواب هو بس المواكب وتسكير الطرقات، وبيشوفوه منهم انه هن عم بيشتغلوا بكل شيء لضد مصلحتهم. يعني مثلا بيشرعوا ضرائب وين انه هنا ما عم بيقدموا شيء بالمقابل. طب كيف نحن بعد بده يكون عنا ثقه بناس مفروض يكونوا عم يمثلونا وهنا عم بيشتغلوا ضد مصلحتنا؟ بيعطوا ثقه لحكومه وسعت المطامر البحريه مش من زمان، وسعتهم بدل ما تلاقي حل لهم، شوف بدها تعمل فيهم، وسعتهم وهلا عم تشتغل على المحارق. محارق اللي كمان كل الناس بتعرف انه ما لهم مطرح بلبنان، ببلد مثل لبنان ما بيناسبوا لا على النفايات اللي عنا إياها شو هي نوعيتها، ولا بينسبوا على ولا المكان، ولا أنه يلاقون أي شيء تقني أنه يقدروا يكونوا سستينبل. يعني عم يشتغلوا ضد مصلحة الناس. طب بدنا أول شيء نرجع لها الثقة. أول شيء فينا نرجع فيه الثقة هو أنه النواب كمان ما يكونوا هن سبب الهدر بحد ذاتهم، أنه هن آخر شيء زادوا تعويضاتهم من بعد، يعني هن بحد ذاتهم عم بيزيدوا هالتعويضات. أول شيء لازم نعمله أنه في 30 مليون دولار عم بيروح لنواب سابقين ورؤساء سابقين. اليوم نحن ببلد عنا مشكلة دين عام متزايد، ما عنا مال، الخزينة عم تقفلس، ما فينا نحن نكون عم ندفع 30 مليون دولار تعويضات ومعاشات لناس ما بقى موجودين بأي وظيفة رسمية، ما هم موجودين. فينا نلحقهم بقانون العمل ونفس الشيء يكونوا مثل أي عامل تاني بلبنان، بس ما فينا ندفع لهم 30 مليون دولار. صحيح. بقول لك كإعلامية خصوصا أنه أنت دايماً تحكي عن حقوق المرأة وهيدا مهم، هيدا موضوع مهم لك، شو انت لو صرت عن يبي شو اول مشروع او اللي بتشتغلي عليه؟ بحكي عن حقوق الانسان عامة، حقوق الانسان ايه، بس كمان عم بحكي كمرأة. ايه المرأة بلبنانية مش بس مرأة مهمشة، عندك مرأة بتنقتل بعد لليوم وبتنضرب، هيدي بعد مزبوط. اهم من انه توصل مرأة للقرار السياسي. بس ليه مهم توصل مرأة للقرار السياسي؟ لان بمجرد ما المرأة تاخد مكانها ومكانتها بالبلد، هيدي المرأة اللي بمحل ما يمكن بهمش أكثر المرأة، يمكن بالأرياف، يمكن أحوالها المادية ممنيحة، ما عندها شغل، ما عندها ولا استقلالية، هيدي المرأة بتشعر بنوع من تمكين أكبر بمجرد أنه المرأة اللبنانية بتوصل إلى مركز القرار، بتحس بثقة بالنفس، بتحس بحماية أكثر. لما تروح على المخفر يقولوا لها إذا جوزك عمل لك كفين هلأ هيدي قصة كبيرة أو هيدي مشكلة، ما بيعود يرد عليها هيك حتى بالمخفر، ببلشوا ياخذوا الأمور بجدية أكبر. بتطلع ببلد مثل تونس أخذت المرأة حقوقها الكاملة من زمان وعملوا كوتا وصاروا يتعودوا ينتخبوا مرأة، وصار طبيعي المرأة موجودة بوين ما كان، ما بتنضرب وما بتنقتل المرأة. حتى بالأرياف مرأة كتير قوية لأنه المرأة عندها كتير حقوق، ولأنه في مرأة واصلة بمحل معين ما بيسترجي ولا مخفري إلا ماشي الحال أكلت كفين فيك تسكتي. ففي جو عام لما المرأة توصل المرأة بتقوى وين ما كان، والرجال المتنور بيوقف إلى حد إلى جانب فكرة المشاركة. اليوم في سيدات كانوا عم فكروا يعملوا لوائح نسائية، نحن ترجيناهم قلنا لهم بليز ما تضربوا النضال النسوي بلبنان، نحن نضالنا للمشاركة. تخيل اليوم برلمان كله نساء، 3 رئاسات سيدات، 30 وزيرة، وقاعد الرجال عم يتفرج سيدات بيحكموا بيقرروا بيعملوا كل شيء وما قالوا دور. لا هيدا مشهد مش مقبول. ليه العكس قبلانين فيه؟ هيدا اللي منه طبيعي. اليوم بيقولوا المرأة ما بتنتخب، المرأة هالمرأة رح تنتخب لأنه صار في توعية كتير كبيرة، وأكتر وأكتر عم بسمع انه النساء سوري شباب لا لا حدا نساله انه النساء على لا ليك ما في ابدا خلاف جندري. في ناس حضاريه بيشوفوا انه هذا حق المراه اقل شيء. في مثل فرنسي بيقول اذا بدك تعرف قد ايه شعب حضاري شوف كيف بيعامل شطانه ونسائه. اذا بدنا نطبقها على لبنان تخيلوا نحن من اخر الدول بالعالم بتمثيل النسب، من يعني في يمكن دوله او اثنين من بعدنا، السعوديه سبقتنا،
الصومال سبقتنا، دول افريقيه. انه السعوديه سبقتنا على وين ما كان بالتمثيل النسائي، وين ما كان. وعلى فكره هي ومن قبل هي اول مره بتاريخ لبنان نشهد مشاركه كبيره للمراه بالانتخابات. طب هيدا شو بيعني؟ بدك تشهد وصول. هي ان شاء الله نشهد وصول، بس هيدا شو بيعني للبنان؟ طب هي اكيد يعني صار في وعي اكثر عند الناس. اكيد صار في إرادة أكثر. أنت من المدافعين عن حقوق المرأة؟ أنا بختلف شوي، رح أقول لك وين بوجهة النظر. بعض المسؤولية هي على المرأة كمان بحد ذاتها، يعني كمان على المرأة أنه تتشجع أكثر أنها تمارس الشأن العام وأنها تكون طواقة لما تكون هي بموقع المسؤولية. اليوم نحن تعذبنا بكلنا وطني، كان عندنا طموح أنه نعمل لوائحنا 50-50 30% تعذبنا لنقدر نلاقي عبد نوصل على 50%. هلأ إن شاء الله كمان خطوة خطوة بتشجعوا. اليوم أنا على ثقة اليوم أنه رح يكون في أكتر مرشحات بالفترة القادمة، وأنا على ثقة أنه الناس رح تنتخب هلأ، والمرأة رح تشارك بالانتخاب بنسبة أكتر. اليوم أنا بعرف من تحليل الانتخابات السابقة كلها كمان شيء ملفت، يعني المرأة على طول بتروح باتجاه التغيير، صوت المرأة بالبيت على طول بيكون أكتر تغييري، لأنه بتحكم قادرة تحكم على الصح والغلط بلا حسابات اللي بيعملها الرجال والولاد كمان. والولاد كمان على طول يعني، وإن شاء الله بيتغير هذا الموضوع. بس أنا على ثقة أنه شوي شوي رح نقدر نأمن تمثيل أفضل، تمثيل حقيقي، ونقدر كمان نعكس ونحسن صورة لبنان، ونعكس عن جد كيف الأجيال الجديدة هي بتفكر. أنا فخور أنه اليوم بفريق عملي أكترية المتطوعات هن نساء أكتر من الرجال، وهذا بدل قديش عن جد المرأة اليوم طواقة لأنه تغير. أنا هون إذا بس بدي زيد شغلة، أنه الشغلة المهمة اللي صارت هو أنه أكترية الأحزاب هون منشوف الفعل والقول. بالقول كل الأحزاب حكيوا بكوتا نسائية، وحتى وعدوا بأنه ما لح يرشحوا أو ما لح يقبلوا بوزارات إلا مع نساء بعدد معين، وبعدين لقيناهم رجعنا شفنا شو عملوا بالفعل. بينما نحن قولا وفعلا قلنا 30% وكان موجود 30% نساء، وهذا الشيء اللي نحن كنا ما بدنا ولا أي شكل أنه نتخطاه، لدرجة أنه عن جد صار في مجهود كتير كبير لعن جد الكل يلي موجودين كنساء دايما كان عندهم الأولوية بالترشح. وكان نحن لأنه آخر شيء بلشنا ب 330 تقريبا مرشح ومرشحة، لو وصلنا لأكيد بعد كريتير يعني كتير معايير كتير محددة لنقدر نوصل للعدد يلي يكون عن جد بيمثل البرنامج والرؤية تبع. بس ما في ولا ليحة إلا فيها سيدات. أنا بكلنا وطني. لا مش بكل لبنان. أنا بدعي لمقاطعة، بدعي الرجل قبل المرأة، لمقاطعة اللوائح اللي ما لقوا مرأة حتى يعطوها مجال المنافسة وتسقط. في ليحة بالأشرفية مش بس ما فيها ولا مرأة، ولا معتبرين انه الامر بده تبرير حتى. يعني انا كنت مستحليه حدا منهم يطلع بيان يقول مثلا جربنا نجيب سيدات ما لقينا ست بتفهم بالاشرفيه نحط على اللائحه. في لائحه ثمان رجال ولا مره. انا لالي مهينه بس يا اختي زياده زياده بيروت وليبروت. لا معلي منطقه ليبرال، خلينا نحكي منطقه ليبرال ومنطقه فيها مستوى عالي من الثقافه ومن العلم. يمكن لما قالوا لبيروت اقوى قصدهم انه بالعضلات بلكي. لا انا بلاقيها معيبه جدا صراحه. ما اليوم بانل بتشوفيها مثلا عادي 4-5 رجال برا ما عادت مقبوله. انا بشتغل مع الورلد بانك على الدايفرسيتي والانكلوجن، من كل الوقت بندعي بالانصهار والتنوع، انه يكون في انصهار وتنوع حقيقي. والانصهار الجندري ضروري جدا، وشفنا انه مجالس الاداره لما يكون في مراه لما يكون في تنوع بتكون الاداء احسن، بيكون بوتنشل اكبر من الجميع، وهيدي مثبته بدراسات كثيره من الجامعات من الخارج. فهي شغله مهمه مفهوم ندخله اليوم، انه التوازن الجندري كثير مهم، وممنوع يطلع لوائح بأي انتخابات نقابية بلدية طلابية ما فيها عنصر نسائي. في أحزاب ما رشحوا ولا امرأة. في أحزاب موجودة بلبنان اليوم ما رشحوا ولا امرأة. شفنا. وفي منهم رشحوا امرأة من أصل 20 وعم يحكوا قاعد تصوت هيدا الكوتا. يعني لا وحطوا التفضيل للرجال شبوها إنه مزبوط to look good والتفضيل للرجال. صار في كمان مثل تعميم على تفضيله، وكان تفضيله تبع كل هالأحزاب كمان للرجال. يعني واضح انه ما في نيه ولا في مجهود ولا في حتى وعود كاذبه. هي اهم شيء احنا بنلقطها مقصوده. انه كيف بتعرفهم كذابين؟ ها بعد ما وصلوا على يعني بعد ما وصلوا على البرلمان الجديد وبلشوا يكذبوا علينا بالوعود يلي هي من ناحيه مشاركه المراه بالحياه العامه.
طيب بدي كفي لأنه في بعد كم سؤال وبدي رح بمشاهدينا وقل لهم نتشكرون لأنه عم يحضرونا هلأ وعم يتابعونا. عم نسمع أنه لحد هلأ ما في انسجام بين المرشحين بهالليحة وحتى بشكل عام مع المجتمع المدني. وبدي أسألك سؤال زياد لأنه أنت كنت قيادة بتيار الوطن الحر، هل الخبرة اللي أخذتها من عملك مع التيار فيدك بحملتك أو بفيدك إذا كيف حيفيدك إذا صرت على نيابة؟ هلا اكيد كل تجربه لكل شخص منا كل واحد منا هو احكيني عن تجربتك انت. لوك انا بعتقد انه اليوم التجربه باطار التيار الوطني الحر هي حاله مطاطه كانت، يعني التيار الوطني الحر بالتسعين كان حاله بتشبه المجتمع المدني اليوم، ناس مؤيدين فكره تجمعوا مع بعضهم مجموعات عديده كنا قبل ما يصير ب 98 باواخر التسعين يعني بلش يتنظم كحاله وحده، كان مجموعه شباب وصبايا جمعوا بعضهم، كان في البلد محتل، كان في الاحتلال السوري، كان في محاولة لكل مجموعة وين ما هي بتنشط انها تحاول تساهم او تحط وزنة بهذا الاتجاه، وشوي شوي تنظمنا وصلنا نعرف نشتغل مع بعضنا كمجموعة اكتر. اكيد كان طموحنا بالاخر نعمل حزب متطور حديث ديمقراطي يختلف عن الشيء اللي نحن عم نشوفه اليوم. هاي بالتجربة مش بالضرورة نرجع نعيدها بالمجتمع المدني من الصفر، فينا نبني على تجارب اشخاص، على خبرة اشخاص موجودة اليوم، بدل ما نبلش من جراوند زيرو نبلش من مطرح. ايه اكيد خبرتي بهذا المطرح بتساعد لانه انا مرقت بهيدي الاتاب كلها، مرقت بحالي ما كانت منظمه ونظمناها شوي شوي، لانه طموحنا نحن اليوم مش نعمل انتخابات، نحن ما تجمعنا بتحالف وطني لنعمل انتخابات نيابيه ونرجع نروح بين نهار على البيت. تحالف وطني من سنه ونص بلشنا نجمع حالنا، نحن عم نحضر لبديل حقيقي لخيار جدي يكون بديل عن هذه السلطه القائمه. الانتخابات بتوقيتها اجت محطة، نحن بصراحة كان طموحنا ما تكون هلأ، يعني بدنا نكون نحن جاهزين أكتر لنقدر أنه نخوضها. التحدي هو ما بعد الانتخابات شو بنقدر نعمل لنحافظ على هذا الخيار، أكيد لنغربله وهذا شيء صحي وشيء كتير طبيعي، ونقدر نثبت حالنا أكتر على الأرض ونبلش نشتغل جراس روت، مش بس أشخاص تجمعوا ليخوضوا انتخابات، نحن نبلش نشتغل بكل ضيعة بكل قضاء، ننظم مجموعات على الأرض. خبرتي، خبرة لوسيان، خبرة بولا، كلهم مع بعضهم بيساهموا انه نعمل هذا. او لك في حدا من التيار بعد ممكن يصوت لك؟ هو جاي منتسب او مش منتسب؟ لا جاوبني. انا بصراحة ما يعني انا الناس ما بصنفهم هيك، يعني ما بصنف الناس انه هن وين كانوا بالسياسة او بالخيار الاستراتيجي بمرحلة معينة، بمرحلة معينة المجتمع اليوم كان يتعاطف مع أحزاب بشكل كتير كبير، بمرحلة كانت الناس قوات أو يسار أو يمين أو تيار بشكل كتير كبير، كان في قضية هيبون الناس عندها مجموعة قيم يلي خلتها هي تتعاطف مع هذه. بالتسعين الناس عم تربط فعل على الميليشيات، يعني تعاطفت مع حالة الجنرال عون وقتها لأنه كان عندها ربط فعل على الممارسة الميليشيوية اللي كانت قائمة بهذيك الفترة. هيدول العالم القيم بعدها هي نفسها عندهم وهن بدهم يحكموا انه اليوم مين بيشبه اكثر هيدول السيت اوف فاليوز اللي هي عندها. يعني اليوم ببيروت هن بدهم يتطلعوا، طب اذا بدهم يصوتوا اليوم للوايح فيها نقول الشماس ولا الاستاذ عماد وكيم، مين على المقعد الارثوذكسي بيشبههم اكثر، زياد ولا هدوليك الاشخاص؟ انا على ثقه انه انا رح اخذ اصوات من ناس من خلفيات سياسيه مختلفه مش بالضروره فقط من التيار الوطني الحر. زياد عبس قلت على الميادين انه كل مرشح يكوننا وطني متفقين على استراتيجية دفاعية مبنية على ثلاث نقاط: الشعب، الجيش، والمقاومة. وقلت انه كلنا وطني كلهم موافقين على هالشي، بس بحب اسأل يوم بولا ولوسيان. لا خلي هو يوضح لانه بعتقد حقه يوضح قبل ما نحن نجيب، احنا سألناه ووضح لنا السؤال لانه اول ما قلنا سمعت لإله اكيد انت سمعت جزء من الحديث يلي ليش تزقوه؟ هيدا أكتر سؤال على فكرة عم يسألوا الناس. هيدا جزء من الحديث اجتزقوه بالتحديد، وأنا رح سمي يعني اجتزقوه حزب الكتائب، مناصري حزب الكتائب هن كانوا أول من منتج هيدا الحديث واجتزقوه وحطوه على السوشيال ميديا. يلي رجعوا من يومين حطوا التعميم الطالع عن حزب الله يلي بيقول أنه الصوت التفضيلي رايح لمسعود الأشقر، لهم نفسهم يرجعوا يقولوا ليكو الحزب اليوم ببيروت الأولى عم بيصوت للمنافس لنديم جميل لمسعود الأشقر. موقفنا متشابه، كل واحد جاي منا من خلفية مشتركة. أما اللي قلته قرار السلم والحرب لازم يكون بإيد الدولة. اليوم مفروض يكون عنا جيش لبناني نحن سامحين له يتسلح
بلا شروط وبلا قيود ليقدر يكون قادر اليوم انه يدافع عن لبنان. ما فينا نكون نحن مطلع على المنابر ومنقول نحن ضد سلاح حزب الله بشكل استعراضي ونحن بنفس الوقت مانعين الجيش انه يتسلح. ورجعت قلت وانا برجع بعيد هذا الكلام، تجربة المقاومة بمعنى المجموعات الباراميليتري يلي هي موجودة اليوم بأعرق جيوش بالعالم مثل الجيش البريطاني، لازم نتعلم منها، ولازم الجيش اللبناني يعمل مجموعات ما عندها سكنات وما عندها مخازن ذخيرة وعندها قدرة تحرك بشكل سريع وتحت أمرة الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية. اليوم هذا الموضوع فينا نستعمل استغلال الانتخابي مثل ما البعض عملوا، وأنا كان فيي أعمل هذا الشيء، وفينا نطلع في مشكلة مش نحن مسؤولين عنها، لا زياد عبس ولا حتى المطرح الحزب اللي كنت أنا جاي منه، في طبقة سياسية من ما قبل التسعين مسؤولة عن وين وصلنا اليوم. تحالف الرباعي اللي صار بال2005 لما كان في عنا فرصة حقيقية إنه نرجع نبني عن جد دولة المؤسسات والجيش القوي وبعد الانسحاب السوري، التحالف الرباعي عملته هاي بالسلطة هلأ يلي عم تيجي تقول إنه تعمل هاي بالاستعراض بموضوع السلاح. هلأ اليوم كلنا وطني وتحالف وطني في فقرة واضحة بتقول الملف هيدا ملف السلاح ملف السيادة هو حله باستراتيجية مش بس دفاعية، باستراتيجية دفاعية واقتصادية واجتماعية، لأنه نحن بنعرف كمان إنه هذا السلاح في بعد اقتصادي اجتماعي عليه، في مصاري عم تجي لحزب لبناني من دولة أجنبية عم تنصرف مش بس على السلاح، عم تنصرف كمان لتخلق ولاء، وهذا الولاء ليرجع للدولة، الدولة في خريطة الطريق بدها تمارسها لتقدر ترجع ولاء هيدا الناس للدولة مش الحزب. شيء بيشبه يلي عملوه بالتسعين لما حلوا الميليشيات، لما حلوا الميليشيات بالتسعين نعمل خريطة الطريق، هيدا اللي عم تمتنع الدولة انها تعمل. موافقة هي اللي عم بيقولوا؟ أنا موافقة أنه نحن at the right side of history، بتعدل الموقف اللي هو الصح والمظبوط، اللي هو السلاح بيكون بإيد الشرعية فقط، السلاح بيكون بإيد الدولة بالسيانس بوليتيك درسنا بالعلوم السياسية، السلطة الشرعية بتحتكر العنف وسلاح هيك بتتفهم، وبعدين كل شيء البلد منه بحرب أي مجموعة بيكون عندها سلاح من إيديها اسمها ميليشيا، منجملها منغيرها، هيدا موقف اللي كان كل عمره، وهيدا برأيي الكومن سنس، هيدا المنطق. اليوم في مشكلة كتير كبيرة، ما حدا بده يقولك انه نحنا كل اللي بيرفعوا شعارات انه نزع سلاح حزب الله عم بيكذبوا بمحل معين، لانه في واقع صعب. انا بخاف اكتر من العقيدة، العقيدة اللي بتفرز اللبنانيين، فلما الناس تصوت كلنا وطني، لما الناس تروح على خيار مدني بيجمع لبنانيين من وين ما كان، كل المناطق من كل الانتماءات الدينية، هؤلاء لحالهم كمظهر كل الطوائف الباقية أو العصبيات الموجودة بتفككيها شوي شوي، لما بتعملي عصبية بتخلقي عصبية مضادة، وهن عم يستفيدوا من هالأمر. اليوم الطبقة السياسية بتستفيد من الفرز، فرق تسود وبتضلها بمزرعة. لو ما عنا هيدي الوضعية بلبنان ما كنا وصلنا لمطرح بعد الموجودين، كانوا فلوا من زمان مثل أي شعب بالعالم بيشوف فشل زريع، بتجي صندوق الانتخاب بيوديهم على البيت، بيجيب غيرهم ليجربهم ليعطوهم فرصة يشتغلوا. لبنان ما فيك تشليهم لأنه زعيم المذهب والطائفة، بتقعد بلا كهرباء بلا مي وإكلتك الزبالة، بس اوعى الزعيم ينهز. سمعنا هاليومين خاصة يعني لما قربت انتخابات الخطاب بأكتر من دايرة، سمعنا الخطاب بالجبل، ونحن ب 2018 بعدنا عم نستعمل هذا الخطاب طبعا للأسف. يعني هذا الشيء اللي عم يمكن عم نجرب نقوله بميز تحالف وطني أو لويح كلنا وطني، إنه نحن عن جد مجموعة أشخاص بغض النظر عن خلفية سياسية، نحن جايين من خلفيات طائفية مختلفة، خلفيات عقائدية مختلفة، متفقين على مشروع، وهذا شيء بعتقد ميزة كتير كبيرة. استفوا بكل المقابلات عم نسمع انه بدكم انه ما بدكم تكونوا مع السلطة ومنكم مع المعارضة، طيب انتم مع مين؟ كيف منا مع نحن المعارضة؟ ايه بس لا احنا المعارضة الحقيقية. ايه بس اذا وصلتوا عن نيابة ما بتصيروا بارتي من السلطة؟ مين مين المعارضة التنفيذية يعني؟ نحن بالمجلس نيابة معارضة. انا اصلا انا بقول على طول نحن ما بحب يسمونا مجتمع مدني، لانه هيدي الكلمة يعني مجتمع سياسي معارض، في المجتمع المدني نحن معارضة. نحن معارضة قوة تغييرية كمان. صحيح، بس خليني أقول لك شغلة، نحن كمان ما بنقبل ناخد حصة من جنة الحكم اللي هي الوزارات. اليوم كل اللي بيفوتوا على البرلمان ببلشوا يعملوا بازار الحقائب، ليش؟ لأنه بدهم يخدموا الناس، لأنه زبائنية سياسية بدهم إياها تستمر، فبلشوا يتخانقوا هيدي الحقيبة الدسمة أنا بدي إياها وأنت بيطلع لك هيدي كمان دسمة، بيصيروا عم بيتقاسموا الحقائب
وكل البرلمان بده يدخل الى الحكومه، طب مين عم يراقب مين؟ وين المعارضه؟ واللي ما عجبته حصته بيروح بعارض. بس هي ما اسمها معارضه، هي معارضه موسميه. بس انا لا خايفين اذا وصلت لحظه هي كمان مشكله زياده، بتعرف ليه؟ لانه اللي عم بفوتوا على البرلمان هن زيتهم عم بيشكلوا الحكومه، ففيهم يفصلوا بالشكل. ايه ايه فيهم يفصلوا بالشكل، مش يعني نفس الشخص بس نفسه. ايه بتحط الخي بالبرلمان وبجيب له خيه على الوزاره. مشكله زوم مشكله انه الشعب عم نسمع. لا لا الشعب لازم يفرض معارضه. بس لا انا بس انه انا برايي مزبوط انه هاي الشغله الاساسيه اللي نحن اصلا عم نعمل كل شيء عم نعمله، يلي هو انه ما نفوت بالمحاصصه اللي هن عم بيفرضوها اصلا على العمل السياسي بلبنان. انه صارت العمل السياسي ما في شيء اسمه معارضه، ما في شيء اسمه معارضه. حتى اليوم مثل ما عم تقول بولا انه المعارضه هي موسميه، على حسب اذا طلع لنا حسب شو وزن الوزاره يلي انعرضت علينا بقرر واحد اذا بيكون معارضه او لا. معارضه هي مبدئيه، والا اذا انت اليوم بحلف او تحالف قادر يكون هو الاكثريه النيابيه، عنده مشروع واحد وعنده رؤيه واحده وعارف شو بده يعمل، ساعتها بتكون بالسلطه. إيه بس مش بتكون بسلطة. لا بس لحظه، اليوم بالسلطه كشقفه من السلطه. إيه بس السلطة لا تتجزا. اوكي بس اذا وصلت عني يعني بولا، هو السؤال وانت سمعتي هالسؤال اكثر من 100 مره، اذا وصلتي عن نيابه يمكن ما كلكم توصل، يمكن بولا توصل، يمكن سياد، يمكن انت لوحدك، اذا وصلت عن نيابه في خوف ترجعي تنضمي لكتلة المستقبل؟ هيدا سؤال سمعتي. بس أنا ما عم بفهم يعني ليه واحد بده يقوس حاله بأجره، وليه واحد بده يعمل هالقد يروح على نظرية المؤامرة؟ خطابي وحكي وخلفيتي السياسية أكتر شيء تأذي اليوم مجموعة اللي عندها انتخابات تعملها. يعني وقام وهاب اليوم ما في، خليني أقولك، يعمل نفس الأذى لمجموعة المستقبل اللي أنا بعمله، لأن ومش اني قاصدة اقزي، بس انه هي الحقيقة والواقع اللي عم بحكي. انا رايحة لمحل لانه يئست من انه يصير في اي تغيير، وانا ما كنت اصلا بتيار المستقبل. اذا حدا بيلاقي لي صورة بتجمع سياسي، يعني انت يمكن كنت تنزلي على، انت كنت على الفيوتشر دخلت، انا كنت على الفيوتشر. كنت تقري اخبار انجليزي؟ مزبوط. كنت تيار المستقبل؟ كنت تيار المستقبل، كنت اشتغل لتيار المستقبل. لحظك بس، كنت تشتغل، كنت موظفة بتيار، كنت حزبية بتيار المستقبل؟ كنت حزبيه يعني. كنت تروحي شي مره على الاحتفالات الحزبيه؟ لما يعزموني على الافطار كنت روح. اوكي انا ولا مره رحت، فانت تيار المستقبل اكثر. لا لا كنت تحلى. لا بدي اقول لك شغله، يمنى حبيبتي كنت عميك سعد حديدي وقت عملت له انترفيو. لا كان في كنت عملنا لما عملت له انترفيو، مش لما عملت له لا لا اصعب انترفيوز عملهم بحياته معي، صار ما بالاخر ما بيطلع الا مع غيري، لانه بيعرف انه بسال اسئله حقيقيه باسئله الناس ومهنيه. بس قصة السعودية الانترفيو بعد فيها كتير أسرار. في قسم أنا حكيت عنه، قسم ما حكيت عنه، في قسم بحترم له خصوصية أنه ممكن تأذيب محل معين، بس أنا اللي حكيته للناس هو 100% الحقيقة، وقلت لهم أنا بقدر أحكي عن مشاهداتي، انطباعي بحتفظ فيه لنفسي، خاصة أنه ما عندي دليل دامغ على انطباعاتي. بس أنا خبرت أنه أكيد ما كان رايح يستقيل الزلمة، ولكن بهذا الجو. شو صار معه أول يومين؟ بعرف بعدين أنا من الصحافة العالمية، لأنه ما حدا كذبهم، كتبوا ما حدا كذبهم. بس لما أنا وصلت الزلمة كان بيته، كل كلمة قلتها مزبوطة، وراح غير تيابه ورجع وتعشينا سوا، وعديتهم شخص شخص اللي كانوا موجودين. بس تقول للناس ما تلتهوا بالقشور، وانه ليش ما كان في بن، وين الساعه، ومين كان قاعد تحت الطاوله، مين اللي حمل الورقه؟ طب ما عمل له هيك، معقول يكون مثل مسؤول فادي عم يعمل له هيك؟ واحد من شبابه اللي حمل الورقه، يعني في قصص راحوا فيها صارت مضحكه. اللي قلته بعد مليون سنه 100% الحقيقه بالمشاهدات، بالمشاهدات 100% الحقيقة. بس هو السؤال، إذا واحد وصل على النيابة لوحده شو بده يعمل؟ حامل. أليانس ما بعرف بده يعمل أليانس. يمنى غلطانة ما عم تنتبهي لشغلة، أنا عندي أليانس مع 66 مرشح ومرشحة، ومع مجموعة كبيرة من المرشحين منضويين تحت كلنا وطني. هيدا خيار سياسي بده يكبر، بده يكبر، بده ينمى. وإذا هالمرة فات 4-5 ان شاء الله مرتي الجاي بفوت 50 و60، لانه الناس حتشوف اداء. لما الناس حتشوف اداء رح توصل يعني. بعدين عندنا انتخابات بلديه ومخطره وانتخابات نقابيه وطلابيه، وين ما كان رح نكون موجودين نحن وصوتنا ومصداقيتنا قبل كل شيء، بدنا نكون موجودين. فهول بيصيروا يفكروا بدي اعمل تحالف، تحالف موجود، انا بدي انزل على الارض، مين بدي نزل معي؟
رموز السلطة أو بدي ينزلوا معي الشباب اللي معي اللي هن مثلي بدهم يدافعوا على حقوق الناس مش مثلي نحن متوافقين على ذلك مكملين مع الناس بغض النظر عن نتائج 6 أيار. فهيدي نظريات المؤامرة المضحكة ما هو بشيعوها السلطة لأنه خايفين من المومنتوم اللي عم ناخده. صدقيني ما بيعملوا فيديوهات وبيعذبوا حالهم بيعملوا لهم اديتنج. بدي احكي على هالمومنتوم لانه كمان نسمعكم بتقولوا بدكم تشتغلوا للبلد وعم تحلموا بلبنان يلي الكل بدهن اياه. باخر مقابله لكم قبل الصمت الانتخابي، شو هو لبنان يلي بتحلموا فيه؟ لوسيان، صراحة في كتير اشياء ما بنعرف وين بدنا نبلش. بدك تعطي وقت للباقيين. بس انا لبنان اللي بحلم فيه هو لبنان يلي أول شيء بيحترم الإنسان وبيحترم الدستور وبيحترم المساواة وعدم التمييز بين الناس. لازم من كل الطرق وفي عدة طرق كيف نقدر نوفر كل الخدمات الأساسية لكل اللبنانيين وعنا الإمكانات. في كتير بيسألوا مرات أنه طيب من وين بتكون جيبوا المصاري؟ هي المصاري موجودة بس عم تنحط بالطريقة الغلط وعم تنسرق وعم تنهدر وعم تروح فوائد دين. وفي كتير إشياء لو بس منقدر نحافظ عليها نقدر نعمل من لبنان أحسن بلد. مش إنه ما عنا القدرات، عنا إياها، بس الموجودين اليوم بالحكم للأسف ما عندهم النية للتغيير لأنه الوضع مثل ما هو عم يرجع يجيبهم على الحكم. الوضع مثل ما هو للأسف، حتى الوضع الاقتصادي تبع الناس بيساعد للأسف إنه السياسيين يقدروا يستغلوا هالموضوع برشوات بخدمات صغيرة بإشياء معينة ليرجعوا ينتخبون. يعني هن مبسوطين للأسف، مبسوطين أنه الناس عايشين بالفقر بالعوز والفقر. هن مبسوطين بهالشي. يعني تخيل نحن بأي وضع وين الحكام مبسوطين أنه شعبنا عم بيعيش بهالطريقة. مش بس بهالشي، مبسوطين أنه في دين عام عالي، مبسوطين أنه الفوائد عالية لأنه في كتير منهم بيملكوا البنوك يلي هن أصلاً عاطية هيدا الدين وهي بتاخد الفوائد. يعني عنا مشكلة كبيرة انه اذا بقيوا نفس الاشخاص في عنا فيش السيركل، في عنا دوامة ما بنقدر نطلع منه، مجبورين نقطش هالدوامة وما فينا نقطش هالدوامة الا بالانتخابات. في شيء تحب تزيده عن حلمك؟ الحلم مثل حلمه، بس بدي اخبر خبرية صغيرة تعقيبا على اللي قال احد السيدات يلي عم تعتذر مني انه ما بقى رح تقدر تقطع لعندي لانه اضطرت تاخد مصاري لانه عندها كمبيالات وابنها مأخر على كمبيالات البيت. وبالاخر انا رح صوت ارادتي من بعد ما خبرتني ودمعت عينها. سالتها قلت لها طيب هو الكمبيالات من وين؟ دينك وين؟ سمت لي احد البنوك يلي اللي هو لنفس الشخص يلي عم بدفع لها هلا لتعطي صوتها لاحد المرشحين. يعني هدول المصاري عم تاخذهم من هون وعم ترجع له اياهم ثاني نهار من هون وعم بيطلع صوتها ببلاش. هذا عم بقول لوسي، يعني احنا بالاخر عم بفقروا الناس، بيستغلوا هاي بالعوز، بيعطون مصاري ليكسبوا صوتهم ليشبدوا لحالهم، برجع بياخذوا مصريات من تاني مال. نحن عم نحلم، قلت كلمة بالأول، وأنا الناس بتقول أوقات إنه طبعاً تحلموا، إنه معقول هذا كله يصير. لازم يضل في حدا يحلم وحدا عن جد يكون طموحه شوي كبير وبسيط. نحن بدنا دولة المؤسسات، بدنا دولة حقيقية، العلاقة بين المواطن والدولة تكون علاقة مباشرة تحفظ له حقوقه وهو يمارس واجباته. هذا باختصار. صارت أحلامنا كتير بسيطة، مشم ريحة الموتور كل يوم ووقع على صوته. هذه حقيقة مش واقع بيعرف. يمكن طوشتهم لزياد شبيب لجمال عيتاني ما بيعملوا شيء، أصحابي ما بيقدروا يوقفوا موتور. مش عم بمزح نكبة محل ما أنا عايشة بالموتور اللي حد بيتي. بكرة حصوره على كل حال لأنه بدي أعمل له قصة. عم بحكي هيك لأقول قديش في ناس مثلي وأكتر مني بيخافوا من الخس اللي بيأكلوها. شو فيها؟ ما بيوثقوا كيف مصقية خضرتنا وميتنا. ما عنا أدنى حقوق الإنسان الطبيعية، ما عنا إنفراستراكتشر، ما عنا شيء. منسافر شوي منطلع ونقول لا أكيد نحنا مستحق أفضل. بس أكتر شيء بيقهرني، قبل كانوا يقولولنا نيالكن بلبنان بيروت شو حلوة، هلأ بيقولولك ايه حرام، ليه صاير فيكن هيك؟ مش حرام بيروت، بيشفقوا عليك يمنا. قبل ما كنا بعز الحرب كان لبنان شيء حلو، هلأ وين صرنا؟ بكل شيء، بهويتنا، بباسبورنا. بتحبل المرة بتشوفها بدها تولد برا لتأمن الولد، بعدين إذا ما قدرت تأمن له، إذا ما قدرت تأمن باسبور بدها تأمن فيزا بعدين. يعني أي مستقبل
بعد. فأنا بناشد الناس حكموا ضميركم وما تخافوا وما تروحوا تصوتوا بالعاطفة. التصويت العاطفي ذبحنا. ابن خالت عمتي وهيدا مدري مين وهيدا جاب لي فيمي وهيدا موظف لي خدوهم خدوهم ورا العازل عملوا ضميركم. أهم شيء أهم شيء في واحد على تويتر كتير عجبني شو قال, خدوا المصريات صوتوا ضدهم لسبب واحد, تمرت الجي هيدا الأسلوب يبطل فعال لقضية نبيلة, أشطوهم شوي من مسروقاتكم وصوتوا ضدهم وما تخافوا تصوتوا ضدهم لأنه مرت الجي ما بيعودوا يدفعوا, بيصيروا يضطروا يعملوا أداء, بيضطروا يشتغلوا. هيك راح يصير بست شهور. واللي والبزنس مان اللي بيدفع مصاري بده يرجع يطلعها من الكسارة من المرملة من صحتك من المكب من المزبلة. انفستمنت هيدي مش بده يطلع انفستمنت تبعه. طيب بدي أختم معكم بس كل واحد منكم معه 30 سنة توجه فيها للجيل الجديد والشباب يلي لأول مرة عندهم فرصة يصوتوا وحبين يصوتوا, شو بتقولوا لهم واحد واحد؟ بولا أنا بدي أقول لهم كلنا وطني هو أول شيء كرمالكم. بكرة تشريعات كتير مهمة ناطرتكم, طلعوا بسيفيات 66 مرشح بكلنا وطني وقارنون بباقي الشخصيات التقليدية وبالأشخاص الجايبينهم من بزنس مانية وغيرهم. طب مين بده يشرع بالارتفيشل انتليجنس؟ مين بده يشرع بكرة لمسائل متعلقة بالديجيتال كورنسي أو غيرها من عم بعطي قصص يمكن بسيطة جيل جديد بس بيعرف شو يعني تكنولوجيا, بيعرف شو يعني ضرورة إنه الدولة تكون واعية على بعض المسائل. انتبهوا لمين بتصوتوا, صوتوا لحدا بتعرفوه بتعرفوا شو موقفه. اللي منزلين له صور عملاه أو ما بتعرفوا مين هو هيدا مش مسموح إنه تقبلوا يكون موجود, ما تقبلوا تصوتوا حتى لحدا على لايحته لأنه اللي بيركبوا مع بعض باللوايح لازم يشبهوا بعض. ونحن أصرينا نصير نشبه بعض نقعد مع بعض ونعرف بعض قبل ما ننزل على الانتخابات لأنه هي عملية ضرورية جدا. وما تصوتوا للايحة ما فيها مرأة, بليز بليز بليز, خاصة الشباب. لوسيان أنا بدي أقول لهم مثل ما كل الناس اللي خاصة وقت ألتقى فيهم وعم ننزل كتير مرات على مرم خايل وعلى الجميزة وعم نلتقى يمكن بكل الشوارع يعني ببيروت وعم بيقولوا لي أكتر شيء إنه ما بدهم يصوتوا. هلأ هي صراحة أنا ما فيني لومهم لأنه أنا لحديت اليوم ماني مصوت نيابيا ولا مرة, ماني مصوت لأنه بالقبل كنت دائما حس إنه ما في خيار بديل ولا أنا إنه ما في ناس عن جد ولا أنا وما في ناس عن جد انه ممكن ممكن عن جد هيك تحسسني انه هن عن جد جايين ليعملوا عن جد تغيير فعلي وجايين مثلي بينزلوا على الطريق بيوزعوا فلاير بيقعدوا معي بيحكوا معي. بعرف انه مش من بعد ما يصيروا نواب رح يصيروا لانه ملتزمين فيها من قبل انه مش رح يصيروا غير مطرح, رح يضلوا معي كل الوقت, رح يكون عندهم ويب سايت يتواصلوا معي, رح يكونوا واضحين, كشفوا السريه المصرفيه عندهم. انا تلزمت حتى انه الاجنده يلي أنا كل يوم شو رح كون عم بعمل على هالأربع سنين إنه تكون موجودة ليعرفوا أنا شو بعمل كنائب, يتواصلوا معي كل يوم لأنه أنا ملح ولا لحظة فكر إنه النيابة هي أكتر من وظيفة, وظيفة لخدمة كل الناس لحتى نوصل لأنه مصالحنا تكون ممثلة جوات البرلمان, مصالحنا كلنا كلبنانيين. بقى أنا بس بقلهم إنه مثل ما أنا كنت بعوز حدا يقلي بوقتها إنه صوت لأنه إذا ما بتصوت نفسهم بيرجعوا. زياد مساج للشباب الجديد. بدي اقول لهم نحن متكلين عليكم مش متكلين على صوتكم بس, نحن متكلين تنزلوا اهلكم. نحن حابين بهاي الانتخابات بعكس كل الانتخابات السابقه مش الكبار يقولوا للاجيال الاصغر تعوا صوتوا لهيدا يلي اعطانا في ماء او وظفنا او خدمنا, انتم بدكم تضغطوا على اهلكم. ايه الدنيا في ماء, ايه الدنيا في ماء, صار بدنا في ماء هلا. صوتوا كرمالكم, خلوا أهلكم يصوتوا كرمالكم, كرمال مستقبلكم. ممنوع مجلس نيابي يكون معبل عمره 64 سنة, يكون 60% من النواب ما بيعرفوا يستعملوا إيميل, ما عندهم إيميل بعد. حقيقة شيء بضحك يعني, نحن اليوم بال 2018. ضغطوا أنتوا على الكبار على الأهل وانظروا صوتوا تغيير ناطرنا. أنا متفائل إن شاء الله ملتقي مع نموذج مختلف من النواب نهار التلين. لا بس بدي اقول انا في واحد بتعرف شو قلت له, قلت له خفي لهم التذاكر رايحين رايحين يصوتوا عاطفيا امه وبيو ما تخليهم مش قادر يقنعهم ومقهور. قلت له خفي عم نمزح طبعا حريت ال... طيب خلص وقتنا وبدي اشكر ضيوفي واتمنى لكم النجاح وانه تخلص انتخابات على خير
وبدي اشكر بدنا صوتك ببيروت وبدي اشكر كل يلي عم بيتابعونا خصوصا شهير ادريس ساعدتني شوي بهالانترفيو وتصبحوا على الف خير. اه يا شهير سلمنا عليك. سلام.